ده اليوفي. الانتر بقى، الانتر برضو مش هو الانتر يعني. انت كنا الاكسبكتيشنز او التوقعات بالنسبه للانتر السنه دي كانت تبقى اعلى من كده بكتير. الانتر ظهوره باهت شويه في الدوري الايطالي هذا الموسم. ليه كريم؟ الانتر السنه اللي فاتت طبعا محمود كالعاده بيرجعنا لايام حلوه، والفريق طبعا انا بحبه وبنشجعه احنا الاثنين، ده يعني الحاجه اللي بتجمعنا عليه انه رجعنا لايام الجراند انتر والتريبليتا وكلام طبعا مورينيو والحقبه الذهبيه الانتر. الازمه دلوقتي انه انتر الكره ثلاث اضلاع يا كابتن كريم زي ما احنا عارفين، ثلاث اضلاع في انتر فيهم مشكله اداريا او الملاك زي ما بنقول، في شرخ حصل كبير جدا بين العلاقه بين جماهير انتر والكورفانورد وما بين زانج وعائله زانج، اللي كانت المفروض ان الانتر بيستند على مجموعه قويه مدعومه من الدوله الصينيه وبقوه. ده حصل فيه تراجع كبير جدا. المفارقه انه بعد فوز انتر باللقب بعد مرور اكثر من 10 اعوام بدا يحصل الانهيار ده، الاستغناء عن كونتي وهو في عز المجد وبدايه كتابه للتاريخ بعد كسر سلسله يوفي للفوز بالالقاب، عوده الدوري مره ثانيه للانتر بيستغنوا عن لعيبه كتير جدا نجوم في الفريق، شفنا بيع حكيمي، شفنا بيع لوكاكو، كان برضو في الشرخ ده زاد. السنه اللي فاتت انزاجي عمل نسخه اكثر ابداعا من فرقه كونتي اللي خدت الدوري 3-5-2 برضو هذا ما وجدنا ما قلنا عليه، لكن عملها بنسخه اكتر، يمكن اكتر ماتشات واحلى ماتشات عملها خسرها يعني قدام ليفربول، احرج ليفربول، قدام ريال مدريد عمل ماتش كبير جدا لكن خسر، وعدى بانتر بقى من ايه حقبه انه بيطلع من دوري المجموعات مهما يتحط في مجاميع سهله، وقدر يصعد لدور ال 16 وخرج امام ليفربول. السنه دي برضو كان في استغناء عن النجوم، الجماهير بتشوف انه خروج يعني كان دايما الحل هو حل اقتصادي، حتى دور ماروتا اللي بتثق فيه جماهير انتر كتير جدا كان النهارده بيلعب دور حد بيلم الضرايب للفرقه، يعني انت الموازنه كل تصريحاته هي الموازنه هي الموازنه، فانت خرجت اللعيبه اللي رواتبها عاليه زي سانشيز وزي لعيبه كتيره جدا وكولاروف وفيدال وجبت بدائل الجماهير بتعتقد انها مش البدائل اللي كانت مستنياها. ماشي فيدال خرج دخل مختريان نفس السن بس مثلا بيلعب دور هجومي اكتر وكلام من ده. الأزمة عندي برضو في خروج بيريسيتش، لعيب كان وصل لسن معين عايز ياخد تجربة الدوري الإنجليزي مفيش مشكلة أبدا، لكن ما كانش فيه تحضير البديل. جوسنز كان راهن عليه الإنتر من قبل ما بيريسيتش يمشي ومحضر البديل، حتى الآن الرهان ده فشل. لعيب لعب 13 ماتش، نفتكر له جون وحيد أمام ميلان في قبل النهائي كوبا إيطاليا أمام ميلان السنة اللي فاتت. الماتشات اللي لعبها السنة دي كلها لعيب خايف إنه يلعب على الخط، عكس بيريسيتش أنت خسرت طلعت من المعادلة أو من الإكويجن يا كابتن كريم 10 اهداف سجلهم بيريسيتش السنه اللي فاتت و8 فرص لصناعه الهدف، عمل 8 اسيست، فبالتالي المعادله دي ما جاش حد مكانها يملاها. صحيح. هختم كلامي بس اخر حاجه بالكلام اللي قاله ماروتا رغم كل الموجه دي، كلام فيه ذكاء كبير جدا من ماروتا اللي متعودين ان هو يعني راجل عارف دايما يقول الكلام الصح وتصريح الصح. كان في ارنستو بيليجريني احد طبعا رؤساء انتر التاريخيين، وكان في عشاء فهو كان جات له كلمه ماروتا المدير التنفيذي الانتر وقال لو تاخدوا بالكوا انا مش بقول الكلام ده، طبعا بذكاء منه عايز يحاول يهدي موجه الغضب، يقول ان الانتر ممكن يرجع السنه دي، قال احنا نفس النقاط اللي محققها انتر لحد دلوقتي هي نفس النقاط اللي حققها انتر في موسم الفوز بالدوري مع كونتي. صحيح. مع تسجيل 3 اهداف اكتر للانتر.